نحييها أرض سعيدة نحيي كل من فيها أرض السعادة وأرض العز لك دامت يا شعب قائم على الإخلاص تحميها أرض السعادة وأرض العز لك دامت يا شعب قائم على الإخلاص تحميها أرض سعيدة نحيي كل من فيها أرض السعادة وأرض العز لك دامت يا شعب قائم على الإخلاص تحميها أرض السعادة وأرض العز لك دامت يا شعب قائم على الإخلاص تحميها أرض سعيدة نحيي كل من فيها أرض السعادة وأرض العز لك دامت يا شعب قائم على الإخلاص تحميها أرض السعادة وأرض العز لك دامت يا شعب قائم على الإخلاص تحميها قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وصف أهل هذا النور قال نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورا وقال صلى الله عليه وسلم أبشر المشائين في الظلمات إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة هذا النور التام يقولوا أتمم لنا نورنا لأن هذا النور لا منتهى له لأنه نور من الله ولا زال ينورهم خلي الغريب يأتي ويستفيد المواطن نحن بغينا استفادة منكم هذا مثل سواعيل أبي هذا المفتي إذا أفتى خلاص يلزم العمل بالفتوى بارك في جميع الحاضرين في منازلهم وأهليهم أولادهم وبناتهم وذويهم وأسري لنا من جراية جودك عطية نسعد بها في الدارين نفوز بها بالسعادتين من دار زايد ألاجنا نحييها أرض سعيدة نحيي كل من فيها أرض السعادة وأرض
بعدك.